الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخافي ولا
عسى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون فبصرت به عن جنون وهم لا يشعرون
وقالت لأخته قصيه فبشرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وَالِدَانَ
اللهم امين اللهم تقبل سوي الله يحفظك الله يخليك. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه Oh!
فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى
واغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي Oh!
سويا يا رب. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجهت ثم كولى
صدق الله العظيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أنزلت، قلت وخيرت الخلق إنك على كل شيء قدير. وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد المنعم محمد عز، قارئ بمهيب مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بنوى، والتي نقلناها لحضراتكم على أحدث مكبرات الصوت والهندسة الكهربائية الكبرى والفراشة الحديثة من مؤسسة الحاج وجيء آسف بطنان. أيها السادة، شكر الله سعيكم جميعا.